يلا يا الربع صلوا على النبي صلوا على النبي اللهم صل وسلم على نبينا محمد وقولوا لا اله الا الله لا اله الا الله ترى الدنيا تبي والاخره تبي اي والله اني اقولها صادق صح اذكر والله قولوا لا اله الا الله حق لا اله الا الله الحمد لله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اسالك بعظيم سلطانك ان ترزقنا في هذا اليوم. كيف تجربتكم يا اخواننا في الماراثون؟ ها عندك عشان تجربتنا بما انكم يعني كلكم شباب الله يسلمك ربك شلت عنا وتعلمنا نتعامل مع الكاميرات اشياء كثيره يعني انت تتوقع انه مثلا تقدر تغلب عليها بس بالحقيقه مع الوقت تغلب عليها مثلا التعامل مع الكاميرا التعامل مع الاعداد التعامل مع النقد النقد ترى اكثر شيء يكسر الواحد اللي يعني بالذات تو فاز وانا طلعته ترى يكون زجاجي اي شيء يكسره فتعلمنا يعني بالماراثون صراحة وبعدين أول شيء علمنا على الانضباط ترى صعب إنك تجي كذا فجأة تدخل هذا الشهور وتترك جوالك تترك فنحن تعلمنا ندخل نحط جوالاتنا نجلس نبدأ فعاليات نسولف نتكلم تعلمنا إنه مثلا بعض الأشياء من نظرة خويك تدري إنه مثلا جبت العيد أحيانا الواحد ينطلق بسالفة ويجيب العيد وما يدري صح فهمت ولا يعرف حدوده احنا حتى على مستوى مثلا نعول عزكم الله عرفنا وين نحطه عرفنا كل شيء تفاصيل كلها تفاصيل كثيرة التجربة اللي راحت صراحة كانت مثرية مرة يعني انا هاك ريام يوم اني بدخل الحين زد رصيدك ما كنت مرتبك ابدا ما يمرتبك يعني اليوم ما في ربكة مثل ربكة يوم اول يوم لنا بالماراثون صح صحيح عرفت خلاص يعني تعودنا تعودت رغم انه ترى بالاعلام تعتبر فتره بسيطه لكن الامانه تعايش مع مخرجات قناه بدايه انا وياك فاصل انا وفاصل من واحد انا وياك جلسنا فتره طويله لان على طول دخلنا مع المجموعه الثانيه ايش معك فيها؟ ها؟ ايش معك فيها مجموعه؟ انا وياك في مجموعه واحده جلسنا كم؟ 34 الحين رصيديين ولست ماراثوني اي بس انتم عشتوا تجربه ودي اشوف تجربتكم اللي عشتوها والله حلوه تجربتنا تجربه مره انا قلت لك قبل تبدا يعني هي تشبه هذه حاول يختصرها من اليوم جميله وخلاص والله شوف تبسطك لا طيب لحظه عشان يبيك تفلسف عرفنا موقف ما تنساه في الماراثون مره والله لو ما جبته ما تنساه زينه سواء زينه شينه اي شيء يعني شيء وقع في قلبك ما تنساه يوم قال زياد الشهري بكل حب اي الامري لازد رصيدك الله ما تنسى جميل شعور يا ولد زد رصيدك وش باقي احلى من شعور زد رصيدك شيء حلو يعني انت اكيد عشته اليوم تدري وش الفرق احنا ترى انتم يعني الحظوظ عندك ما اعلى 8 بيطلعون 16 يتاهلون صح بس بالنسبه لنا احنا كان لا يعني ترى 42 اي من 42 شخص 10 اشخاص كانوا قبل 5 فشعور صعب علينا انه حظوظنا اقل صح. وضغطنا اعلى والشيء الثاني ترى اللي معك كلهم مبدعين اللي معنا كانوا ما حد وصل للي اقصد انه لا الى من اول يوم لاخر يوم هم ما وقفوا انا طلعت يوم طلعت على السيج مع زياد الشهري كل عيال خابرين طلع معي ثلاثه قويين سلطان راجحي الله يذكره بالخير حمد البيت ومساعد غلط انت يا زياد الشهري قال واحد اللي تاه يوم كل واحد تاه قلت راحت علي هذا خلاص في مساعد في الراجحي في حمد شو قال لا معليش في اثنين والله انا يوم جا جنبي هم قال خلاص مبروك يا تركي مساعد قسم بالله يمكن مساعد ترى راح فرح قبلي انا شوي ماني مستعو والله اني صار مستعو تركي انا 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 فعلا والله ضغط ضغط اي بعدين ترى زياد يوتر يا اي والله ملعب يا رجال قال غرد يا صاحبي بعيد 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 عن الاعلان بعيد عن دخولك ارهب بعيد عن دخول سلام سلام بعيد عن دخولك يعني انها على انت داخل لا انت شيء حصل لك في في ماراثون ما نسيته ولا انت بناسيه بعيد عن اعلانك لان اعلانك اكيد هذا تاريخ لن ينسى ما في شيء صدق انا يوم خرج اول اخر برايم متعب هاي والله هذه لحظه ما نسيتها اي والله ايوه اكيد كله فقط دي ما تنساها ما انساها لكن نصيحه سلام اترك لا ترطي
إيه هذا الكلام. أنا الماراثون كنا أنا وعاصم أخويا أنا اللي مع الماراثون كلهم كلهم راحوا ما جاش إلا أنا وكل راح ديرته والله يوم طلعنا كل راح ديرته. يا الله. اللي راح ترج واللي راح نجران واللي راح. عاد أنا ساعة أفراق ما دني. كحزة أفراق. تذكر خالد. هذا أصل تذكر خالد. الله أكبر خالد يا أخوي. خالد القحطاني مرة. أجعنا. أتعبنا أتعبنا يوم يطلع. أتعبنا حيل يعني. وتعرف في ناس يا أخي يثيرونك بفراقهم. صح. فهمت هو كان متأثر مرة. مو متأثر لو طلع من البرنامج كذا ولا كم متأثر لو طلع من البرنامج تأثر إنه هو رجال ما يقدر على أفراق. أدنات أدنات ما. إيه. اي ترى لحظه مو قصده بس خلال برنامج تعايشه وهذه وتكمله وخروجه عشناها عشناها خلال هذه الفتره ولكن ترى اذا خرج اعرف انه متواصل معكم يمكن عشتوها 50 يوم صح؟ احنا عشناها في 6 ايام والله 6 ايام بس ولوكيشن صغير ترى لوكيشن صغير وكلنا عند بعضنا وكلنا عند فصدق يا ولد انا ذا لاني ادنها عبيريات لا جاء ابراهيم هاشمية أنا أقول للشباب قبل شوي أقول لهم ترى العلاقات بالبرامج أسرع من الحياة العامة صح يعني مثلا الحين يعني مثلا قبل شوي شفنا كم واحد بكى وكذا تأثر من خروج خوي وكذا ترى والله ما يمثل بالعكس تلقاهم دنق ما يبى الكاميرا تشوفه بس إنه غصب عنه لأنه ترى 7 ساعات ترى إنك أنت بقابل الشخص نفسه بعد أو 8 ساعات أو 9 ساعات ترى وبعدين ترسم احلامك يوم نفس الشيء صح. مجرد انه الحين ترى احنا كلنا ممكن نختلف شخصيات واجد بس نتفق بشيء واحد كلنا نفس الحلم مجرد ان احنا نتفق بنفس الحلم معناته ترى احنا كلنا نفس الطموح صح. نفس الهدف نفس فهذا يخلق نوع من المشاعر انه تختلط مع بعض فهمت والشيء الثاني ترى كلنا نجلس مع بعض حتى اللي طلع قبل لا ادري انه فلان طلع ولا فلان طلع كلنا ناظر بعض تعتقد اننا بنعيش مع بعض 3 شهور صح فهمت هذا يخلق اللي بيفارق الاسبوع الجاي بالضبط على خير صح عاد ما ادري متى البرايم الظاهر بعد اسبوعين بعد 15 يوم نستودع الله ابو زهره مع السلامه الله 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 يا ولد اكثر واحد يمكن اني ارحب صدق اللي يطلع من اول برايم بدك تسوي شيء اي بس بعيد الله يشوف هي الدار ومكتوبه وكل شيء مكتوب والخيره فيما اختارها الله شوف انا اتكلم عن نفسي واعوذ بالله من كلمه ما في تعلق بغير انا اتكلم عن نفسي والناس ترى مو وجهه نظر لا تعلق بغير الله سبحانه وتعالى حقيقه يعني ما هو كلام ينقال مع على قولهم من طرف اللسان ولا من طرف العقل مرة كلامنا كله حصل صار كذا عكس صحيح. ما يعني توقعت والله يوم قال اللهم صل وسلم على رسول الله يوم قال نستودعك الله قالها نستودعك الله بكل حب الله يا رجاجيل ما انا نازل من الاستين أقسم بالله العليا كذا أحس يا ولد وش يوصلني مكة أقعد في الرياض أمشي الأغراض كيف أشيل أغراضي كيف شريط كذا والله يا رجال يمكن 3 ثواني ما والله العلي العظيم خلاص تعرف شاشة سودة سرت حياته لا شاشة سودة كيف أطلع من هنا أغراضي أموري كيف يا ولد بستاجر ذا الحين مرة ثانية بمشي على مكة كيف بتدق على والدينك والدتك كيف يرسمون الحلم ردة فعلها ما لحقت الا بستودعك الله بكل حب 3 شهور مدري يا حلوه بشاره يا ولد اشون جابني اول واحد يا ولد رايح فيه انا شايل هم وش البرنامج خيره علي جنبي يوم طلعت اي كنت اليوم شفته ان جاء الله ملك الحمد ان جت خيره والراحت خيره يعني انا ادري في الشيء ذا انا شايل هم وش اني ادور بشنطتي صدق هي الموقف سالفك بالله الموقف هذا يوم قال طالع والله ونعم يا ابو عبد الرحمن يا هلا يوم قالها صح اني ولد جاني شيء صالح مغرب في واردك انا عارف انه هذا بالجار تقول من طلعت انا عارف انك متاح فضل الله اللهم فضل الله تعالى ثم ما يعرف الطير يا شوي يدق مساعد الطير حولان اعرف اللي قد لا خلني صقر جابه صقر والله حولان اعرفكم بالصقر على راسك والله منو حولان سولا تو مسوي تصحيح نظر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شفت الرجال حولان طيب اللي اقول لك عنه شاهي شاهي وينه ما عين شاهي اصلا شاهي والله ما عين